النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترسلوا فواشيكم، يعني الإبل والبقر والغنم، وصبيانكم الصغار إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، حتى تذهب فحمة العشاء وهي بداية ظلمة الليل، فإن الشياطين تعبث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا ووجهنا وحذرنا من أن نرسل الفواشي وهي بهيمة الأنعام أو الصبيان عند غروب الشمس، ولذلك جاء في الحديث إذا غربت الشمس فأمسكوا صبيانكم، يمسكون الصبيان. فالله جل وعلا يرسل في بداية الليل أشياء من ضمنها ما جاء في الأحاديث أن الشياطين تنتشر في بداية غروب الشمس، وهكذا بقية الأحاديث، منها ما جاء مصرحا في الرواية الأخرى، رواية مسلم وأبو داود والحاكم، ولفظ احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين، تخترق فيها الشياطين. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الخروج في الليل، قال إذا أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، والمعنى إذا خفت حركة الناس، هذا المعنى، بمعنى أن الشوارع تكون خالية، الشوارع تكون خالية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقلال من الخروج. إن الله يبث في ليلة أو في ليله من خلقه ما شاء، وخلق الله عز وجل لا يحصيهم عدد ولا يقفون عند نوع معين.